دكتور احمد اشرف عيسى، استشاري امراض القلب والقسطره وطب القلب الرياضي، المدير التنفيذي لمركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل. القلب الرياضي اصبح حاجه مهمه جدا، خصوصا مع الترند المحلي والدولي اتجاه الرياضه، وخصوصا ان الرياضه اصبحت استثمار ليس فقط على مستوى الاشخاص ولكن على مستوى الانديه والدول. وعندنا مثلا امثله كتيره قوي زي الارجنتين، زي البرازيل، زي اسبانيا، الرياضه تمثل فيها استثمار كبير. قلب الرياضيين ده حكاية تانية خالص، مختلف تماما عن القلب العادي، وله فحوصات مختلفة وله قياسات مختلفة تختلف من رياضة إلى رياضة. يعني احنا عندنا مثلا رياضة كمال الأجسام، شكل القلب للاعبي كمال الأجسام شكل مختلف تماما عن القلب الرياضي في لاعب بيلعب كرة قدم أو بيجري ماراثون، من ناحية سمك عضلة القلب، تجويف عضلة القلب، حجم وكفاءة الضرب لعضلة القلب تختلف من لاعب إلى الآخر. فحص القلب الرياضي بقى أصبح ضرورة ملحة ومهمة وليست من الرفاهيات، لأن إحنا دلوقتي بقينا بنشوف في الملاعب سواء المصرية أو الدولية حالات الوفيات المفاجئة. يمكن آخرها كان اللاعب كاسياس، كان لاعب ريال مدريد الأسبق ودلوقتي لاعب بورتو، لما جاله أزمة قلبية واحتشاء في عضلة القلب. الفحوصات الرياضية والقلبية للرياضيين أصبحت مهمة جدا للوقاية من الموت المفاجئ. في أسباب كتير وفي أوقات كتير قوي نقدر إن احنا نمنع حصول مشاكل كتير قوي. الاضطرابات الكهربية اللي بتحصل للاعب الرياضي أثناء ممارسة الرياضة دي في أوقات كتيرة قوي بتبقى مهمة قوي، إن احنا نقدر إن احنا نوقف اللاعب لفترة مؤقتة، ومن بعد كده نقدر نخلي اللاعب يكمل الرياضة بعد معالجة الخلل الكهربي اللي بيحصل. أجهزة كتيرة قوي بقت موجودة، بقى في تطور علمي حديث لا يقل عن فحوصات القلب العادية ولكن متخصصة فقط للرياضيين. يمكن من ضمنها جهاز الفي أوتوماكس اللي بيقدر يقيس قياس الكفاءة للقلب والرئتين في نفس الوقت في قمة الجهد المبذول. الجهاز ده نقدر نقول هل اللاعب كفاءته القلبية والرئوية تؤهله انه يكمل الرياضة او انه هو في مشكلة ممكن نعالجها. قلب الرياضيين اصبح حكاية، اصبح اساسي وضرورة من الضروريات، وهو اعلى معدل من الفحوصات من القلب العادي. ببساطة شديدة قوي، احنا لو عندنا كاميرتين، كاميرا عادية وكاميرا بروفيشنال، الاتنين هيصوروا نفس الصورة لصورة ثابتة بنفس الكواليتي، ولكن لما تيجي تشوف موفينج اوبجكت او حاجة بتتحرك هتلاقي ان الكاميرا البروفيشنال بتجيب لك التفاصيل الدقيقة. هو ده فحص القلب الرياضي ببساطة. أتمنى من أولياء الأمور، من الناس اللي بتمارس الرياضة، من الأندية، من كل الرياضات، إن هي توجه لاعبيها لفحص القلب الرياضي قبل الدخول في المسابقات المحلية أو الدولية. دائما بنتمنى السلام لكل الرياضيين، والرياضيين وشبابنا هم ثروة قومية لبلدنا. أتمنى أن احنا نوجه لهم هذه الرسالة بحيث أنهم يخافوا على صحتهم. وبفضل الله مركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل هو الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والقارة السمراء.